ممكن ما تفتكرناش قوي، بس احنا اتقابلنا في التسعينات. التسعينات يعني مين؟ يعني جيل الجدون واللوليتا والصوت ده. الحياة كانت أبسط بكتير. التوب سيرش كان عن فضولي، كنت بتقرقش البونبوني بسنانك مش على تليفونك، ولما كان بيبقى عندك كومنت كنت بتقوله مش بتكتبه، كنت بتعمل لايك للشخص مش للصورة. ضحكتك كان ليها صوت مش تكتكة، والفلتر كنت بتشرب منه مش بتركبه على صورة الغداء، وما كانش لسه 90% من الفوتوغرافرز اكتشفوا موهبتنا. السف كان موجود بس كان بيتحل بقلم، البلاي ليست كنت انت اللي بتعمل لها شغل، والداونلودز كنت بتنساها عشان تقدر تعيش. اللمة الحلوة كانت قاعدة مش جروب، ألبوم الصور كان بيبقى دور مش لينك، وما فيش برايفسي سيتنج. مش بس كده، موقع التواصل الاجتماعي كان النادي أو صالة البلياردو، والتليفون كان مجرد تليفون، والفلاشر كان بجنيه وربع. المستقبل كان مضيء وما زال، الحياة ممكن كانت بطيئة بس احنا كنا أسرع. انت بتكبر وبتتطور، وانترنت اكسبلورر كمان.